بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكريم مراد دلال، مولد 1995 بقرية إدلسان، حاصل على شهادة البكالوريا بميزة حسن جدا الحمد لله في مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية بمؤسسة ابن الهيثم التقنية بمدينة ورزازات. يعني صراحة إحساس يعني الإحساس ديالي وأنا كنحتل المرتبة الأولى، إحساس كل إنسان متفوق والحمد لله بتوفيق الله عز وجل، إحساس فرح وابتهاج، ويعني أن الحمد لله وصلت المبتغى ديالي، أنني فرحت الأبوين ديالي بالدرجة الأولى، لأنه صراحة يعني الأب اللي كيتكرفس معك يعني ويبدو القصارى جهده، يعني الحمد لله ملي كتوصلوا على النتيجة راه الفرحة ديالو يعني هذا هو المبتغى. يعني كان بريباري كأي تلميذ داخلي، يعني التلاميذ الداخليين كما كتعرف في الميزة نتاع الداخلية اللي كان أكد عليها ما كانش بحال الداخلية، بحكم التجربة ديالي 6 سنوات في الداخلية، 3 سنوات في سكورة، والآن 3 سنوات في ابن الهيثم التقنية، يعني ما كانش بحال الداخلية. كتحيد عليك التلفازة، كتحيد عليك مجموعة من الأشياء يعني اللي كتلهيك على القراية، وكتبقى يعني محصور في دائرة القراية. وأيضا الميزة الأخرى نتاع الداخلية أنه كتشوف حتى إلا مبغيت تقرا كتشوف كل شيء كيقرا، خصك ضروري انك تواكب التلاميذ وانك تقرا. ويعني الحمد لله كما المجهودات يعني الطريقه نتاع الخدمه، انه دائما الوصيه الوحيده اللي كنوصي بها هي انه قريت الكور نجي للدار نراجع، حيت هذه يعني الطريقه كما كيقولوا حتى من ناحيه التحليل النفسي، ان المعلومات اللي كتجيب من القسم هي معلومات بحال قلتي مبعثره، ديك المراجعه بعد الكور بحال قلتي ترسخ المعلومات، كتبقى يعني حتى ديك القضيه نتاع انه ندوز الفرد ويمشي ذاك الشيء قاصح يمشي، لانه بحال طبعتي ذاك الشيء في العقل. الفترة نتاع البكالوريا بالنسبة للامتحان الوطني ماشي مراجعة في آخر المطاف، ضروري مراجعة قبلية ومراجعة من بداية العام، وكنحاول نركز على الفروض، يعني الفروض كنحاول نركز عليهم بجدية، وانني بنية انني كنحضر الامتحان ماشي انني ندوز الفروض، وخصوصا في المواد العلمية لانها مواد كتبغي شوية الخدمة بزاف، يعني اون فوا كتخدم بزاف الامتحان الفروض عفوا، فان الامتحان كتجي كتلقى داكشي مترسخ، يعني غير مراجعة بسيطة جدا. يعني كما يقول احد الفلاسفه، الحاجه تولد الهمه، يعني كما كنلاحظوا ان المناطق الهامش كما كتسمى الهامش انهم كتكون عندهم واحد الحاجه اللي كتولد فيهم واحد الهمه، وانهم كيخليوا والديهم يعني محتاجين، وكيكون عندهم هدف ورؤيه للمستقبل، يعني انهم ضروري خصهم يحققوا الهدف ديالهم، بحال قلتي كتولي مسؤوليه ملقاه على عاتقهم، على عكس يعني الناس اللي في المراكز، يعني كتلقى انسان متوفر ليه كل شيء اولا، يعني ديك الحاجه ما كيحسش بديك الحاجه اللي غتولد فيه ديك الهمه انه يعطي كل ما في جهده. هذا من جهه اخرى ايضا الناس اللي في الهامش دائما كيلتجؤوا كما قلت كنرجع للقضيه نتاع الداخليه، انهم اللي كيجي من الهامش خصو يمشي للداخليه، والداخليه كما قلت راه يعني سند كبير يعني ومحيط يعني تربوي ويعني قابل لاعطاء. يعني السنة المقبلة إن شاء الله أول وصية كنوصيهم يبداو يعني البكالوريا بجدية، ويعني أنهم يبداو الفروض يراجعوا الفروض بنية أنهم كيراجعوا الامتحان، وحاولوا أنهم يضبطوا الدروس كاملين، يعني حيت كانوا هاد القضية نتاع في المراجعة نتغاضى عن بعض الدروس وبعض الفقرات، يعني كما وقع لي أنا شخصيا يعني في علوم مهندس، حيت علوم مهندس يعني هذا العام شويه كانت القضيه قاصحه بزاف شويه، يعني تغاضينا على مجموعه من الفقرات، ويعني وهما اللي تحطوا يعني البروغرام داكشي اللي كتحط ما تحطش، بمعنى انه الانسان يحاول يبدا من الديبار باش انه في الاخر يكون وصل يعني لانه يجمع جميع المعلومات نتاع البروغرام، ولا على الاقل اغلب ولا اكبر عدد ممكن من المعلومات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، يعني الانسان مادام ما مقتنعش بهذه القضيه نتاع انه يجيبها بدراعه كما كنقولوا، فيعني صعيب ليه الحال حتى الا جاب ذاك الباك، اما بعد يعني ما بعد البكالوريا، لان الانسان كيعتمد على راسه، والله انه زعما ما كاينش شي حاجه حلوه بحال الا جاب الانسان بدراعه،
اللي جاب الانسان بدراعه كيحس بالحلاوه ديالها وكتعطي دفعه ايضا للقدام انه ما كيشكش في القدرات ديالو، حيت راه اهم حاجه الانسان الا كيشك في القدرات ديالو راه صعيب ليه. الاقسام التحضيريه ان شاء الله، من الاقسام التحضيريه لمدرسه المهندسين المحمديه ان شاء الله، ثم بعد ذلك مهندس ومصلح اجتماعي ان شاء الله. شكرا. وهدفنا اصلاح المجتمع ان شاء الله.